السلام عليكم، ازيكم يا فرانس؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله، بس انا قلت لازم ان انا اخرج، لان انا في حاله نفسيه يعني شديده جدا زي اغلبنا، وفي حاله كمان صحيه شديده. يعني ارجوكم دعواتكم لعيني بالشفاء، لان عيني بتمر في مرحله صعبه قوي وانا بتعالج منها. فارجوكم يعني دعواتكم لعيني بالشفاء ان شاء الله. النهارده بقى قلت لا، النهارده اجازه، النهارده يوم السبت طبعا، وفرصه ان جوزي قاعد والعيال كمان قاعدين، فنفسي اخرج، نفسي اخرج لوحدي شويه اشم هوا. الواحد تعب يا جماعه، تعب، الواحد محتاج يخف شويه من المسؤوليات. فقلت لا، لازم ان انا اخرج شويه مع نفسي، وفي نفس الوقت ان انا اغير نفسيه شويه. النهارده بقى اللي انا هركب الدولمش او هركب الاتوبيس، هروح لاي حته ما اعرفهاش او يمكن اكون مشيت فيها قبل كده، اغير جو شويه، في نفس الوقت اشوف الناس. اول ما خرجت نزلت ركبت الاتوبيس العام، وفي ميكروباصات بس انا بفضل الاتوبيس العام كده، يعني بحس بالراحه النفسيه بالاتوبيس اكتر من الميكروباص. دفعت 10 ليرة، والميكروباص بندفع له 12 ليرة. يعني الاسعار طبعا ارتفعت، كانت الاول بدفع له 4 بس، هو بقى الاسعار ارتفعت. بعد كده وصلت، نزلني الاتوبيس عند مستشفى المدينه هنا، ديت المستشفى الحكومي اللي هي تبع مستشفى افيون كره حصار هنا. وفي المبنى اللي حضراتكم شايفينه ده مبنى اتبرعوا بيه، يعني اعتقد واحد جواهرجي، فعملوا تابع المستشفى هنا. وكان جوزي من ضمن الناس المشرفين ايام ما كانوا بيبنوا المستشفى ديت من 2 أو 3. قعدت جنب المكان، جنب المستشفى بالظبط، في نهر عكار شاي، وده نهر طويل جدا بيربط كذا ولاية ببعض. يعني اجمل مكان واحسن شارع في افيون كارا حصار هو المنطقة ديت بالنسبة لي، اللي هي منطقة سلجوكلو ديت. الاسعار فيها اصلا غالية جدا، اسعار المباني فيها غالية جدا، يعني الشقة بتكون ب3 مليون و4 مليون ليرة و5 مليون و8 مليون كمان. احنا كنا ساكنين، اول ما اتجوزت كنت ساكنة في المنطقة ديت، كان عندنا بيت ملك، بس يعني لظروف جوزي باع البيت ده. بصراحة كان كل الناس حزنان عليه، كان بيت جميل جدا في موقع تحفة، بس الحمد لله يعني اتباع. واتمنى ان احنا نرجع تاني في المكان ده، لان المكان ده فيه قريب منه جناين وفاضي زي ما حضرتكم كده شايفين، مش بعيد عن الزحمة وبعيد عن زحمة المدينة. طبعا مشيت شوية في المكان، المكان ده كل يوم الصبح الناس تلاقين بيعملوا فيه رياضة، وده المبنى ده هو ده المستشفى الحكومي من ورا، وكنا بندخل نعمل فيه التستات. الناس اللي عندها كورونا كانت بتدخل في المكان ده تعمل تيست، لانه كانوا عاملين الباب من ورا خالص عشان محدش يشوف. وجنب جنب المستشفى فيه الكوبري، كوبري يعني داخل في يعني بيوصل المستشفى للناحية التانية من النهر عكار شاي، وهو نهر بسيط جدا، مش هو طويل بس، لكن مش كبير، يعني مش كبير. وأول ما اتجوزت وجنب بيتي القديم، فأنا بحب الكوبري ده جدا وبحب المكان ده جدا جدا. رغم ان طول النهر طويل، لكن العمق بتاعه 70-80 سنتي، وفي احيانا يعني مراكب كده بسيطة، يعني بتمشي فيه مراكب سياحية بسيطة قوي محلية، يعني تبع المحافظة هنا بيمشوها شوية كده في الصيف كحاجة ترفيهية. وفي ناس بتصطاد سمك برضو، وتلاقي كده يعني ناس الصبح قاعدة مع الشبكة بتاعتها وعمال بتصطاد منه سمك. ده الجزء الثاني من الناحية التانية، وده قدامه اللي هو البيت القديم. كل المية كل ما اتضايق اروح ناحية البيت القديم. وده صندوق اللي هو الكولرمش كومباراسة، يعني حصالة المستخدم تبع محافظة افيون، بيتحط فيها الجزم، بتحط فيها هدوم، بتحط فيها العاب.
وبعد كده بقى رحت للسوبر ماركت، كنت عايزة اشتري حمص. هنا ما بتعملش حمص الشام اللي هو بتاعنا اللي بالمية وبتحط ده بتشرب، لأ بيعملوه طبيخ بصلصة وطماطم وبلحمة وبياكلوه، بيعملوه زي البابا غنوج كده، بيسموه حمص برضو، وبيحطوا يعني وبيتعمل كزي سلطة الطحينة كده بس بيسموها حمص. طبعا الأسعار، كل ما الواحد بيروح السوبر ماركت بيفاجأ بالأسعار الجديدة. أنا كنت عايزة أصور السوبر ماركت بس أنا بيني وبينكم مش بتاعت يعني أصور خلصة، لا استأذنت الناس اللي هما بتاعت السوبر ماركت قالوا لي ما ينفعش وكده، فاحترمت نفسي وما صورتش. السلام عليكم، ازيكم يا فرنس، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، سألني كتير وانا عارفة ان في كتير يعني مهتمين ان هما يتجوزوا اتراك، لان مفيش حد هي يعني مفيش حد هي هيلاقي قنواتنا الا لما يكون حد مهتم بالتركية عامة، مهتم يعني بالثقافة التركية، مهتم بالحياة في تركيا او الهجرة لتركيا او الكلام ده كله او الجواز من تركي. ففي ناس زي ما حضرتكم كده عارفين، انا عملت فيديو وقلت لكم ان انا ازاي اتجوزت من تركي وازاي اللي انا لقيت جوزي عن طريق الانترنت والكلام ده كله. انا عايزه اقول لكم ان انا ما لقيتش الموضوع ده، ما تمش من يوم وليله يا جماعه. يعني الواحد مش هيدخل المواقع ديت هيدخل هيلاقي عريس مستنيه ومستني يجي من بلد ولحد القاهره او مصر عشان يتجوز الانسانه ديت او الكلام ده. الكلام ده ما بيحصلش يا جماعه، الكلام ده بيحصل واحد من كام، واحد من 100,000، واحد من 100,000 ممكن تلاقيه جاد، واحد من 100,000 فين جاد؟ لان انا واحدة مش صغيرة في السن يا جماعة، انا يعني عشت في حياتي تجارب انا لو قلتها لكم انتوا مش هتصدقوها، فانا مش لازم اقول انا اتعرضت لايه. بس انا عايزة اقول لكم عامة، الجواز عن طريق الانترنت او مواقع الجواز ده بتتم ازاي؟ الواحد بيكتب بياناته، طولك، وزنك، هواياتك، عايشة فين، عايزة ايه في شريك حياتك يكون طوله ووزنه والكلام ده كله، ديانته، مؤهله الدراسي، الحاجات دي. طبعا الناس كلها هتكتب لك اللي هي جادة والكلام ده ويرسمونك البحر طحينة وزي الفل. طيب وابعتيلي صورتك وانا ابعتلك صورتي، وابعتيلي صورتك يا حبيبتي بالبيجامة، انا نفسي اشوفك بلبس البيت، عايزة اشوف شعرك، عايزة اشوف بيتك. وتبتدي بقى التنازلات والكلام والتنازلات، وفي الاخر مفيش حد جد، مفيش حد جد. فنخلي بالنا يا جماعه، مش الموقع التركي، عشان تكونوا عارفين يعني حبيبتكم جربت كل حاجه في حياتها، عشان اكون واضحه وصريحه معاكم، جربت كل حاجه في حياتي سواء في يعني في الحياه او الانترنت، انا مش هكذب عليكم. ففي ناس قالت لي يعني اللي بنشوف حقيقه او لا في المسلسلات التركيه والحاجات دي والكلام ده، لا يا جماعه لا مش حقيقي. الحقيقه ان تركيا جميله جدا، ماشي، والبيوت التركيه جميله جدا، واللي بتشوفوه من البيوت التركيه ده حقيقي، لان هم ما عندهمش استوديوهات، هم عندهم بيوت وبيصوروا فيها، وده اللي انا عرفته يعني. فده حقيقة، النظافة والشوارع والبيوت والجمال ده كله، لكن الراجل في مصر هو الراجل في تركيا. الراجل كويس هيكون كويس سواء بقى مصري او تركي، سواء هيكون مسلم او مسيحي، ملهاش علاقة ابدا بالجنسية يا جماعة، ملهاش علاقة ابدا بالجنسية. انا لما جيت اتجوز من انسان تركي، واحدة سألتني ليه الاتراك بيحبوا يتجوزوا من عرب، عشان خاطر اكون صريحه معاكم، لان متطلبات البنت العربيه قليله جدا عن متطلبات الناس هنا، سواء من ناحيه مهر، شبكه، شقه، سواء الحاجات دي كلها. وكمان لما جت السوريين وجا الناس اللي هم اللاجئين الكتير، فبدا في جوازات كتير قوي، وكمان في جوازات كتير قوي مش مثبته تبع الدوله، يعني كلها جوازات عرفية وفي اولاد ما تسجلوش، فالحكاية بقت سهلة قوي. وبعدين بالكم يا جماعة، فعشان كده بدأ بقى الموضوع يبقى عادي ان ليه واحد تركي يتجوز واحدة عربية او الكلام ده كله، لان الاول ما كانش فيه، لكن مع الحاجات اللي حصلت في سوريا والعراق وايران،
وافغانستان بقى الموضوع زايد قوي، وبقى فيه تقبل من المجتمع التركي ان الواحد يعني ايه يتجوز واحدة اجنبية وكده. فكرة موضوع تقبل الاهل او مش تقبل الاهل ديت كل واحد هو نصيبه، كل واحد هو نصيبه. بس انا عايزة اقول لكم، الحماة النرجسية اللي في مصر، اكيد هتلاقي حماة نرجسية في كل دولة في العالم عشان تكونوا عارفين، اللي هي اول ما ابنها يحب واحدة او يتجوزها تحب يعني بصوا تحب تكون ما تستريحش الا ما تخرب بيتها، تحب تقعد تشحن 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 في الراجل لحد ما تخرب بيته. موجودة في كل حتة في العالم، محدش معصوم، موجودة في كل حتة في العالم. يعني ناخد بالنا يا جماعة، ناخد بالنا اول من الجواز عن طريق الانترنت. انا بجاوب لما واحدة بتسألني، بجاوب عليها عشان خاطر ما اقولش، عشان خاطر ما الناس ما تقولش ده انت بتداري او كده، انت مش حابه الخير لغيرك. انا عملت قبل كده الفيديو ده عشان قلت ايه، يعني انا عارفه اللي انا هتسال ليه، فانا احط اسم الموقع، واللي براحته بقى، اللي عايز يدخل يدخل، مش عايز براحته، بس انا بريئه من اللي بيحصل واللي ممكن يحصل بعد كده. عايزه اقول لكم يا فريندز، ان مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس زي بعضها، ومش كل الناس عندها الاحساسات اللي عندنا كده. يعني في ناس مهماش اصلا ايه اللي بيحصل في فلسطين، مفيش فكرة بقى مقاطعة مش مقاطعة او الكلام ده، ما عندهمش الفكرة ديت زي ما في ناس عندها. ودين بالكم يا جماعة، يعني احنا بداخلنا نفسنا في ناس مش متعاطفة اصلا. انا في واحدة كتبت عندي في المنتدى اللي هي مش متعاطفه مع اللي بيحصل مع فلسطين، ما ردتش ارد عليها. ارد عليها اقول لها ايه؟ الناس دي كذبت، يعني كذبتنا بايه؟ الناس دي كذبتنا او فازت علينا بالعلم، وفازت علينا بالمال، تمام، وفازت علينا بالاهتمام بصناعه الانسان. فاثناء ما احنا بنتكلم وشوفنا بيتكلموا ان صوت المرأة عورة، وان في افغانستان المرأة هي مشكلة حياتهم، تشتغل او لا، تتعلم او لا. في ناس طلعت القمر، في ناس عملت ساتلايت، عملوا القمر الصناعية اللي في كل حتة، في ناس عملوا الانترنت والفيسبوك وتويتر والطيارات اللي احنا بنركبها ديت، واللقاحات بتاعت كورونا اللي احنا اغلبنا اخدناها، وما زالت في ناس بتتكلم عن المواضيع ديت.